اجعل لنا في الضيق مخرج ورايا سبارة تغور الكلام الدفينة تستنبط الأحكام سنة وآية لا تهتفي أمرك مع السالكين وسطك كباب العرف عند النهاية وجه على درب السماح المبينة أهل الرجاح شرفوا في بداية تلقى بهم نعمة ثقة المعينة للحق طلبة وللعلم غاية سبارة تغور الكلام الدفينة تستنبط الأحكام سنة وآية يلا تبصرنا في دنيا ودينا واجعل لنا في الضيق مخرج ورايا سبارة تغور الكلام الدفينة تستنبط الأحكام سنة وآية تستنبط الأحكام سنة وآية سنة وآية تستنبط الأحكام سنة وآية يلا تبصرنا بدنيا ودينا واجعل لنا مخرج ورايا سبارة تغور الكلام الدفينة تستنبط الأحكام سنة وآية لا تهتفي أمرك مع يلا يا شباب شباب احنا في الهاوس لأن الأغلب يحسبنا في المجلس العسيري كل يوم كل ما يجينا ضيف نتنقل مرة متعودين مجلس العسيري ومرة في سلام وصوكات حياكم الله يا مرحبا كيف الحال؟ ما شاء الله كيف الحال؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ منور حياك الله كيف الحال؟ عساك طيب؟ ما عزمتها قبل امس حياك الله كيف الحال؟ عساك طيب؟ كيف الحال؟ عساك طيب؟ حياك الله كيف الحال؟ عساك طيب؟ مرحبا خير حياك الله كيف الحال؟ كيف الحال؟ باحة اخبارها الله يسلمك سلم عليك حياك الله كيف الحال؟ عساك طيب؟ يا شباب اللي باقي برا عشان نبدأ طبعاً الحضور مبكر راح يكون فيه نقاط بإذن الله زيادة وأيضاً